بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الورى وشفيع الأنام سيدنا محمد النبي المختار، وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين، وبعد. ففي درسنا الماضي في يوم الجمعة كان الحديث عن موسى عليه السلام، عن كليم الله وصراعه مع فرعون الطاغية، وعرفنا أن النتيجة كانت بإغراق فرعون وجنوده، وأن الله عز وجل له سنة لا تتبدل ولا تتغير، وقد أمرنا أن نتخذ الأسباب وأن نأخذ بالأسباب المشروعة الدينية والدنيوية. فالأحداث التي مرت والأسباب التي مرت والوقائع التي وقعت بين سيدنا موسى عليه السلام وفرعون الطاغية، والله عز وجل صبور يمهل تحدى كل شيء فرعون، والله عز وجل أمر موسى عليه السلام وهارون، وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. فالله عز وجل أمر بأن يتوجه ومن معه من المؤمنين إلى الله عز وجل، أن يأخذ بالأسباب وأن يتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء والتضرع والعبادة. ودعا بعد ذلك على فرعون لما رآه أنه يزداد طغيانا وعتوا وفسادا في الأرض، وقال موسى: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموال في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. فبعض المفسرين قالوا الإجابة جاءت بعد 40 سنة. سيدنا موسى والأنبياء والرسل دعاؤهم مستجاب، ومع ذلك تتأخر ويتأخر دعاؤهم، أي تتأخر الإجابة، لأن الله له أمر وله حكم، وهو يعلم متى يستجيب ومتى لا يستجيب، يستجيب أو لا يستجيب، يعجل أو يؤجل. فسيدنا إبراهيم عليه السلام لما بنى الكعبة المشرفة قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. فكانت الإجابة ليست في تلك السنة ولا في ذلك القرن، وإنما في عهد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فجاءت الإجابة بعد 40 سنة، فغرق الله فرعون وجنوده، وأنجى الله موسى ومن معه، ثم سار بهم إلى الأرض المقدسة، وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، فأتوا نجاهم الله، خرجوا من البحر ناجين، وعلموا أن معهم الله هو الذي نجاهم، ويجب أن يعبدوه ويوحدوه ويشكروه، ومعهم سيدنا موسى وأخو هارون. ومع ذلك مروا على قرية يعبدون الأصنام الأشجار، وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم،
قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. انظروا إلى غباوة الإنسان وجهل الإنسان. نجاه الله في هذه الساعة، وفي الساعة المقابلة ينسى أمر الله وينسى فضله وينسى شكره وينسى نعمته ونعمه، ثم يقول يا موسى نريد أن نعبد الأصنام، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين، وإذ جيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. كل هذه النعم نسيتموها. ثم ذهب بهم إلى بيت المقدس، قال الله أمرني أن ندخل بكم البيت المقدس. قالوا يا موسى لا ندخلها. وكانوا قيل كانوا 600,000، قالوا إن فيها قوم جبارين الكنعانيين، قالوا إن فيها قوم جبارين لا ندخلها أبدا، خوف الجبن. فكان مع أخوه هارون ورجلان، قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. انظروا إلى سوء الأدب. فاذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدة. فهنا رفع يديه إلى السماء، قال ربي هؤلاء القوم قساة القلوب وما ظهر عليهم الجحود والعناد، إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. ولذلك إذا أشكل عليك الأمر وأغلقت عليك الأبواب فدع شكواك إلى الله، فالله عز وجل سينزل حكمه وأمره. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تسع القوم الفاسقين. مدام رفضوا أمرك أي أمر الله فإني سأحرم عليهم دخول بيت المقدس 40 سنة يتيهون في الأرض كأنهم سكارى لا يعرفون السبيل والطريق المؤدي إلى بيت المقدس. فعاشوا في التيه في الصحاري ولا مأوى لهم، تلقون فقط. ومع ذلك نعم الله عز وجل تترى عليهم. فذهب موسى واشتاق إلى ربه أن يتحدث وأن يكلم الله، وكلم الله موسى تكليما، اشتاق إلى الله عز وجل. ووعده الله أن يأتي إلى جبل الطور ليتكلم مع الله. ووعدنا موسى 30 ليلة وأتمناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. فلما كان نبي وأخوه نبي فأخلف عليهم هارون على بني إسرائيل، على بني إسرائيل، فقال اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. هؤلاء مفسدون إياك أن تتبعهم. فجاء موسى عليه السلام وذهب إلى ميقات ربه وناجى الله عز وجل، وناجى الله وتكلم مع الله جل شأنه. فقال الله له إن قومك قد غيروا وعبدوا العجل، وعبدوا العجل. وأعطاه الله عز وجل الألواح التي كتبها الله بيده. فرجع موسى عليه السلام فوجد القوم ماذا يعبدون؟ تركوا عبادة الله وتوحيده، وصنع لهم السامري رجل من بني إسرائيل صنع لهم عجلا من ذهب، صنعه من ذهب، وهذا الذهب كان نساء بني إسرائيل قد استعاروه من المصريات، فقلنا لهن إننا
كل واحد تقول إن غدا عندي موعد في كذا وكذا أعطيني سأرده لك. فجاءوا وخرجوا به وجاءوا به فجمعوا الذهب فصنعوا به العجل فإذا هم يعبدونه له خوار صوت من الريح. فقال لهم السامري هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون لا يرجع إليهم ولا يملك لهم قول ولا ضر نفعا ولا ضر. فجاء موسى وغضب فبدأ بأخيه من شدة الغضب بدأ بأخيه أخوه هارون نبي ومع ذلك الغضب قد يفقد الإنسان الصواب في حينه فيفعل أشياء. وسيدنا موسى كان شديد الغضب في الحق فأخذ بلحية أخيه وشعر رأسه وكان سيدنا موسى قوي والمؤمن يجب أن يكون قوي يجره إليه. قال ابن أمة يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بيني وبين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال أنا لماذا لم أتدخل حتى لا تكون هناك فتنة؟ فأنا تركت الأمر وعطتهم نصحتهم أمرتهم نهيتهم ولكن أصروا على عبادة العجل فما أريد أن أستعمل القوة والسلاح أن أردهم عن عبادة الأصنام حتى لا تتهمني أني فرقت بيني وبني إسرائيل ولم ترقب قولي أي اتهموني بذلك. والذي فعل هذا هو السامري هذا المجرم. قال ما فعلك يا سامري؟ قال قبضت قبضة من أثر الرسول أي جبريل فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فاذهب فإنك إن لك في الحياة أن تقول لامسس. دعا عليه سيدنا موسى قال أن لا يمسك أحد فإذا مسك أحد تصرخ من شدة الألم وتعيش وحدك ولن يقترب ولن يقربك أحد. فعاش هكذا هذا الرجل سامري حتى مات. ثم بنو إسرائيل كبار القوم 70 رجل جاءوا لموسى قالوا يا موسى ارتكبنا ذنبا وجريمة لا تغتفر ولكن نريد أن نذهب معك إلى الله وأن تتحدث إلى الله ونحن معك فنتوب ونستغفر. أين نوب عن بني إسرائيل 70 رجل كبار قوم؟ فذهبوا مع موسى عليه السلام فإذا موسى يتحدث مع الله تأملوا معاملات وأخلاق وسلوكات بني إسرائيل والبشر هكذا سبحان الله. فقالوا يا موسى نريد أن نسمع صوت الله كلام الله احنا بغينا نسمع كلام الله ماشي غير انت نشوف واش نو كيقول لك. فقالوا ماذا تقولون؟ الله عز وجل فإذا يميتهم جميعا هي هاد 70 فأخذتهم الرجفة فأصبحوا جثثا هامدة. فسيدنا موسى لما رأى 70 رجلا موتى فقال يا رب ماذا أقول لبني إسرائيل حينما أرجع إليهم وأنت تعلم يا رب حالهم ومعاملاتهم وسلوكاتهم وقلوبهم القاسية ماذا أقول لهم؟ يتهمونني يقولون قد أخذت بني إسرائيل قد أخذت كبارنا وشيوخنا وقتلتهم لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أفتهلكون بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. فأحياهم الله عز وجل أحياهم ورجعوا مع موسى عليه السلام. ولكن أمرهم الله بأمر قال سأتوب عليكم ولكن أن يقتل بعضكم بعضا اقتلوا أنفسكم ذلكم خير
عند بارئكم فاقتلوا أنفسكم. فبدأوا يقتلوا بعضهم بعضا إلى المغرب، اليوم كله يقتل بعضهم بعضا إلى أن غربت الشمس، فقبل الله منهم التوبة. فقالوا يا موسى إننا في التيه، أرض ليست فلاحية ولا زراعية، قل ربك أن ينزل علينا ما نأكل وما نشرب. فإذا الله عز وجل ينزل عليهم المنة والسلوى، قال لهم الله عز وجل كلوا من طيبات ما رزقناكم اشكروا لله إن كنتم يوم اشكروا الله عز وجل كلوا. حينما تستيقظ في الصباح فتجد الطعام والشراب أمام بابك، نعمة ما بعدها نعمة، الأكل والشراب من ألذ الطعام وأرفعه، كلوا. فبعد أيام يأكلون ويأكلون، جاءوا لموسى قالوا يا موسى هذه الماكلة ضربتنا في الرأس، قل ربك أن يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. قال لهم موسى أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، ما لكم حبقى جهال، الطعام والشراب والماكلة موجودة، لا تتعبون أنفسكم فيها ولا تشترون ولا تبذلون أي جهد في اقتنائها وفي الحصول عليها، أبغيتوا تفلحوا وتزرعوا أتستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم، بغيتوا تمارة وتعب والشقاء فهي لكم. وقطع الله عز وجل عليهم ذلك، وأكثر ما كانوا يفعلون من قبله أن كان ينزل عليهم المنى والسلوى يقول لهم كلوا ولا تدخروا، فإذا هم يأكلون ويدخرون حتى بقي يخنز. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ادخار بني إسرائيل الطعام ما خنز اللحم، هذا اللحم اللي كيخنز بسبب بني إسرائيل أنهم ادخروه. ثم كانت الحرارة شديدة الحرارة في الصيف، قالوا يا موسى نحن في الصحراء وما عندنا لا مظلات ولا بيوت، شديدة الحرارة، قل ربك أن يظل لنا بالغمام، وظللنا عليهم الغمام، ظل الله عليهم الغمام في راح مكيفات إلهية، مكيفات ربانية. فإذا القحط والجفاف قل الماء، قالوا يا موسى قل ربك أن ينزل علينا المطر، قال اسقى ربه، وقال الله عز وجل اضرب بعصاك الحجر. وقبله قالوا يا موسى ماشي غير كل العين واحد العنصر واحد العين، لا نحن 12 قبيلة فيجب أن تضع لنا وأن تخرج لنا لكل قبيلة منا عينا نسقي منه، ما نختلطوش بعضنا مع بعض. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا، قد علم كل أناس مشربهم، كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ثم سيدنا موسى عليه السلام يعظهم يأمرهم وينهاهم، وقال لهم خذوا هذه الكتب التي الصحف الألواح التي أمرني الله عز وجل أن تأخذوا وتطبقوا ما فيها. قالوا يا موسى لن نطبقها حتى تقرأها علينا نرى ما فيها، يودي خذوا هذا كلام الله قبلوه. قالوا لن نأخذ هذه الألواح حتى تقرأ علينا ما فيها، رفضوها. فالله عز وجل رفع عليهم الجبل فوقهم فقال لهم إما أن تأخذوا الألواح والكتب الألواح وما فيها، وإما أن نسقط عليكم الجبل فتهلكون جميعا. فإذا هم يسجدون على عين واحد من الأسرة والأخرى تنظر إلى الجبل هل يسقط أم لا. فالله عز وجل قال وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم
تتقون. وإلى الآن اليهود يسجدون على عين اليسرى، على الجهات اليسرى من الجبهة. ثم سيدنا موسى ذات يوم يأمرهم وينهاهم ويعلمهم، فقام رجل من بني إسرائيل قالوا يا موسى، قال يا موسى أنت النبي أنت الكريم، هل يوجد أحد منك من هو أعلم منك؟ قال لا، فالله عز وجل اختبره بالعبد الصالح الذي هو الخضر، والقصة معلومة. فذهب سيدنا موسى عليه السلام فتعلم منه وأراه الآيات الثلاث. سيدنا موسى عاش معه قارون الذي هو من بني إسرائيل وابن عم موسى عليه السلام، ومع ذلك طغى وتجبر على موسى، أمره موسى أن يزكي الأموال فرفض، أن يتصدق على الفقراء والمساكين فرفض، بل قال أنا عندي المال وأنت عندك النبوة. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. فأراد أن يحاربه، كما يذكر المفسرون أن قارون بظلمه وطغيانه ذهب إلى زانية وأعطاها المال، فقال لها أنا سآتي إلى موسى مع بني إسرائيل وأسأله وأنت أصرخي في وجهه وقولي له إنك فعلت معي الفاحشة حتى ينصرف عنهم بنو إسرائيل. فالمفسرون قالوا جاءت هذه المرأة وسيدنا موسى عليه السلام يخطب في بني إسرائيل فصرخت في وجهه يا موسى إنك تعلم الناس وأنت فعلت معي ما فعلت، فنظر إليها فدعا الله عز وجل، فإذا المرأة تبكي وتصرح وتقول إن الذي دفعني هذا هذا قارون أعطاني المال وأعطاني الذهب، فالله عز وجل قال إذ أردت أن تدعو عليه فادعو مر الأرض، فدعا سيدنا موسى الأرض فقال الله عز وجل فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. ثم سيدنا موسى عليه السلام نبي الله كليم الله كان يغتسل وحده، يغتسل وحده، وبنو إسرائيل يغتسلوا بعضهم مع بعض، يختلطون يغتسلون مع بعضهم بعضا. فبنو إسرائيل وهكذا الإنسانية في كل، ولكن بنو إسرائيل أكثر وأشد، قالوا موسى لا يختلط معنا فيه مرض آدر. ما معنى آدر؟ أي كثير كبير الخصية، فيه واحد المرض ما يبغيش يدوش معنا، يغتسل معنا في النهر فيه شي مرض. فإذا موسى عليه السلام مرة يغتسل ووضع الثوب على الحجر فإذا الحجر يفر وفوقه الثياب، وسيدنا موسى عليه السلام يتبعه يقول يا حجر يا حجر ثوبي ثوبي يا حجر، حتى دخل وقع هذا الحجر بين بني إسرائيل، فرأوا ونظروا إلى موسى فوجدوه سليما وأخذ الثوب فلبسه، وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فسيدنا موسى عاش الإذايات كثيرة، ولذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال أوذي أخي موسى أكثر من هذا فصبر، أوذي أخي موسى أكثر من هذا فصبر. ومات هارون، مات هارون وهم في التيه، ما زالوا لم يدخلوا بيت المقدس. ثم بعد ذلك جاء ملك الموت لسيدنا موسى عليه السلام، فطلب الله عز وجل ودع الله أن يقربه إلى بيت المقدس، رمية حجر. فمات سيدنا موسى عليه السلام، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لو ذهبت إلى هناك لأريتكم قبره، أي قريب من بيت المقدس. إذن فدائما الحق هو الذي ينتصر، ودائما الباطل هو الذي يهلك ويموت مهما طال أمده، لأننا نحن نستعجل
البشرية تستعجل، ولكن فاعلم أن الحق هو الذي يفوز، والله عز وجل ليعلم الصادقين من غيرهم، والأنبياء والرسل كلهم صادقون. فإذا أخبرنا الله عز وجل عن قصة في القرآن الكريم فلنأخذ بها منها العبرة، فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا مع أهل الحق، وأن يجعلنا من الذين يدعون إلى الحق، وأن يرزقنا الحق واتباع الحق، وأن يجنبنا الباطل. شاب التقى بالأمر.